مساكم الله بخير ويا هلا وسهلا فيكم، ونكمل عن بعض النصائح الطبيه والغذائيه. اليوم جايب لكم يعني موضوع جايبه من بيتنا ومن كل بيت كويتي، الاطفال عيالنا بالعطله طبعا نلاحظ يعني اكلهم يصير شويه سيء. ليش؟ مسك التليفون، دش الموقع الفلاني طلب، دق على التليفون طلب، وانا اقول حق اي كويتي اطلع بالفريج ببيتكم واقعد 10 دقائق مو اكثر وشوف سيارات التوصيل. هذا انا ما اقدر اقول اسم المطاعم، لكن المطعم الفلاني داش، المطعم الفلاني طالع، يعني شيء غريب جدا. الحين المشكله في هذه الوجبات، طبعا هم يسمونها فاست فود، بس احنا بالطب ترى ما نسميها فاست فود، احنا نسميه جنك فود. وجنك كلمه باللغه الانجليزيه، اذا عندك ايميل جنك يعني شبيه تكرمون بالزباله، لانه اكل سيء غذائيا، ما في قيمه غذائيه حقيقيه، وعالي السعرات وعالي الدهون وعالي السكر وعالي الصوديوم. عشان كذي عيالنا يعني لو تروح المدرسه راح تلاحظ من دون لا تقيس الاوزان، راح تلاحظ اليهال ما شاء الله عندهم خدود، اليهال عندهم يعني كرش، ومشكله الوزن الزايد وقله الحركه وكل هذه المشاكل الصحيه اللي راح تنعكس بعدين على مشاكل اكبر بالمستقبل. فاللي بقوله يا جماعه، بالعطله نحاول نخلي خياراتنا الغذائيه وخاصه الاطفال زينه. يعني ليش ما يصير جزء من العائله ان نطبخ او نسوي اكل مع بعض، ناكل بالبيت؟ ماكو مشكله ترى بالمطاعم، حزه الطلعه مره بالاسبوع ماكو مشكله بالمطاعم، لكن المشكله تصير لما كل يوم او يوم وترك طلب من مطعم. يا جماعه يعني عيالنا امانه وصحتهم امانه، وطبعا يعني هم الاطفال ما عندهم ثقافه غذائيه عشان يعرف ان هذا الغذاء ممكن يضره. فممكن بعد شرح بسيط للطفل ان هذا الاكل، ان جسمك قاعد ينبني الحين وعظامك، ونفس البيت اذا تبي بيتك يصير قوي لازم اساسه يصير قوي. حتى انت يا الطفل لما تبي تكبر لازم تبني عظامك عدل وتبني جسمك عدل وقلبك عدل عشان يعني يساعدك لما تكبر. فخلونا نحسن خياراتنا الغذائيه الأطفال، خلوا الرقابة شوية عليهم، وخاصة فيما يخص موضوع الوجبات السريعة. والله يحفظنا ويحفظ عيالنا وعيالكم.